بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل إن شاء الله الشابتر الكدني اللي بدأنا المرة اللي فاتت. وقفنا المرة اللي فاتت عند النت فلتريشن بريشر، وقلنا إن النت فلتريشن بريشر بيتحكم فيه 4 حاجات، هما الهيدروستاتيك بريشر بتاعة الجلوميرول كابيلاري، والهيدروستاتيك بريشر بتاعة البومنز كبسول، والأنكوتيك بريشر بتاعة الجلوميرول كابيلاري، والأنكوتيك بريشر بتاعة البومنز كبسول. النهاردة إن شاء الله هنحدد قد إيه بالظبط هو النت فلتريشن بريشر ده، ونجيب المحصلة بتاعة الفلتريشن. طيب عشان نجيب النت فلتريشن بريشر لازم نجيب كل واحدة من القوة دي بكام، فاحنا حددناهم. لقينا إن الهيدروستاتيك بريشر بتاعة الجلوميرال كابيلاري 60 مليمتر مركري، والهيدروستاتيك بريشر بتاعة البومنز كبسول 18 مليمتر مركري. طب الفرق اللي ما بينهم ده، الفرق الكبير ده 60 وده 18، جاي منين؟ اقول لك افتكر معايا تركيب الجلوميرولس كان عامل ازاي. كان افرنت ارتريول وجلوميرال كابيلاريز وافرنت ارتريول، وقلنا ان الافرنت ارتريول ده بيبقى ضيق، علشان كده الجلوميرولس بيت ده بيبقى البريشر فيه عالي علشان يساعد على الفلتريشن. وفعلا دلوقتي اهو بنشوف ان هو البريشر فيه 60 مليمتر ميركري علشان يساعد على الفلتريشن. الانكوتك بريشر بتاعه البومنز كبسول، معلش دي مش جي سي، دي يعني بي بومنز كبسول بي سي، قلنا انها زيرو. ليه زيرو؟ علشان مفيش بروتينز، مفيش بلازما بروتينز في البومنز كبسول، وبالتالي مفيش انكوتك بريشر، والانكوتك في البريشر في الجلوميرال كابيلاري بتساوي 32. يبقى النت فلتريشن بريشر بكام؟ النت فلتريشن بريشر هيساوي الفورسز اللي مع الفلتريشن ناقص الفورسز اللي بتوبوز الفلتريشن. الفورسز اللي مع الفلتريشن هي الهيدروستاتيك بريشر بتاعت الجلوميرال كابيلاري والانكوتيك بريشر بتاعت البومنز كبسول. لو جمعناهم هيطلع 60، يعني 60 زائد 0 ب 60، ناقص ال 32 بتاعت الانكوتيك بريشر بتاعت الجلوميرال كابيلاري وال 18 بتاعت الهيدروستاتيك بريشر بتاعت البومنز كبسول. يبقى المحصلة النت فلتريشن بريشر هتطلع ب 10 مليمتر مركري. يبقى المحصلة هتطلع ب 10 10 مليمتر مركري. تمام. نتكلم بقى عن الفلتريشن كوفيشنت. افتكر معايا معادلة ال جي اف ار او الجلوميرال فلتريشن ريت. الجلوميرال فلتريشن ريت بيساوي الفلتريشن كوفيشنت في النت فلتريشن بريشر. يبقى الفلتريشن كوفيشنت نضربها في النت فلتريشن بريشر هيدينا الجلوميرال فلتريشن ريت. فاحنا دلوقتي نتكلم عن الفلتريشن كوفيشنت. الفلتريشن كوفيشنت ده بيتقسم عندنا حاجتين: البرميابيليتي او الكوندكتيفيتي بتاعت السوليوتس، وكمان السيرفيس اريا. يبقى البرميابيليتي والسيرفيس اريا الاتنين دول لما نضربهم في بعض هيطلعوا حاجة اسمها فلتريشن كوفيشنت. طيب احنا لما ضربناهم طلعنا الفلتريشن كوفيشنت ده بكام؟ طلعناه ب 12.5 ملي بير مينت بير مليمتر مركري. طيب احنا جبنا النت فلتريشن بريشر ب 10، وجبنا الفلتريشن كوفيشنت ب 12.5، نضربهم في بعض نطلع الجي اف ار، هيطلع عندنا ب 125 مليمتر بير مينت تقريبا. يعني ايه جي اف ار؟ جلوميرال فلتريشن ريت، يعني مقدار البلازما اللي بيفلتر، يعني اللي بينزل من الجلوميرال كابيلاري للبومنز كبسول كل دقيقة بكام؟ ب 125 مللي. طب عايزين نفتكر يعني ايه رينال بلازما فلو. رينال بلازما فلو يعني مقدار البلازما اللي بيعدي كل دقيقة على الجلوميرولس، وكان كام؟ كان ب 600. افتكر معايا الرينال بلاد فلو كان كام؟ كان 20% من الكارديك اوتبوت، اللي هو كان بواحد ليتر او 1000 مللي لتر. تمام كده. كده احنا خلصنا الجلوميرال فلتريشن ريت. عايزين نتكلم بقى عن الفاكتورز اللي بتأفكت الجلوميرال فلتريشن ريت. هنقسمها لحاجة بسيطة، وارجع معايا الصورة اللي فاتت. هنقسمها لحاجة بسيطة جدا. والله احنا عندنا الجلوميرال فلتريشن ريت بيساوي الفلتريشن كوفيشنت في النت فلتريشن بريشر، بمعنى ان الفلتريشن كوفيشنت في المعادله بتاعه النت فلتريشن بريشر اللي هو الهيدروستاتيك بريشر بتاعه الجلوميرال كابيلاري زائد الانكوتيك بريشر بتاعه البومنز كبسول، والنقص منها الهيدروستاتيك بريشر بتاعه البومنز كبسول زائد الانكوتيك بريشر بتاعه الجلوميرال كابيلاري، هيدينا الجي اف ار.
طب ما احنا نمسك كل فاكتور من دول ونشوف ايه الحاجات اللي بتأثر عليه وبالتالي بتأثر على الجي اف ار. بص معايا كده. Factors affect الـ GFR. أول حاجة هنمسك الفلتريشن coefficient. إحنا قلنا الفلتريشن coefficient ده بيتقسم لحاجتين، الـ surface area والـ permeability. يبقى نشوف الحاجات اللي بتزود أو تقلل الـ surface area. الحاجات اللي بتزود الـ surface area يبقى تزود الـ filtration coefficient وبالتالي تزود الـ GFR، والحاجات اللي بتقلل بالتالي هتقلل الفلتريشن coefficient وبالتالي هتقلل الـ GFR. طيب عندنا حاجتين بيأثروا على الـ surface area، يا إما contraction بتاعة الـ mesangial cells أو relaxation of mesangial cells. طيب الـ contraction، لو الـ mesangial cells دي، افتكر معايا تركيب الجلوميرولس كان في mesangial cells كده وحواليها connective tissue، لو عملت contraction الـ cells دي هتقلل السيرفيس اريا، ما لو عملت كونتراكشن بتصغر، والكونكتيف تيشو اللي حواليها اللي ماسك في الجلوميرال بيد والافرنت والافرنت ارتريول هيصغر، يبقى السيرفيس اريا هيصغر، يبقى الفلتريشن كوفيشنت هيصغر وبالتالي الجي اف ار هيصغر. طب لو حصلت ريلاكسيشن، لو حصل لها ريلاكسيشن يبقى هتكبر او هتوسع، يبقى الفلتريشن كوفيشنت هيوسع، يبقى الجي اف ار هيوسع. تمام جدا. ايه بقى الحاجات اللي بتخليها تعمل كونستريكشن والحاجات اللي بتخليها تعمل ريلاكسيشن؟ الحاجات اللي بتخلي الميزانجيال سيلز تعمل كونتراكشن فازوبريسين ونوربينفرين وهيستامين اندوثيلين ثرومبوكسين A2 بروستاجلاندين F2، الحاجات دي كلها واخدينها وعارفين انها بتعمل كونتراكشن لاي حاجه، يبقى كونتراكشن اوف ميزانجيال سيلز هيقلل السيرفيس اريا، يبقى هيقلل الفلتريشن كوفيشنت، يبقى هيقلل الجي اف ار. طيب نيجي بقى على ريلاكسيشن اوف ميزانجيال سيلز، ايه الحاجات اللي بتخليها تعمل ريلاكسيشن؟ والله عندنا سايكليك اي ام بي، عندنا اتريال ناتريوريتيك بيبتايد او الاي ان بي، عندنا بروستاجلاندين اي 2، وعندنا دوبامين. يبقى الحاجات دي سايكليك اي ام بي واي ان بي وبروستاجلاندين اي 2 ودوبامين بيعملوا ريلاكسيشن للميزانجيال سيلز وبالتالي بيكبروا السيرفيس اريا وبالتالي بيكبروا الفلتريشن كوفيشنت اللي بيكبر لي الجي اف ار. تاني الحاجات اللي بتعمل كونتراكشن للميزانجيال سيلز ايه هم كمان؟ فازوبريسين نوربينفرين هيستامين اندوثيلين ثرومبوكسين اي 2 وبروستاجلاندين اف 2. بروستاجلاندين F2، 6 حاجات بتعمل كونتراكشن للميزانجيال سيلز، والحاجات اللي بتعمل في الريلاكسيشن سايكليك اي ام بي اي ان بي بروستاجلاندين اي 2 ودوبامين. طيب نيجي بقى على الفاكتور التاني اللي بيأثر على الفلتريشن كوفيشنت وهو البيرميابيليتي. والله طب يعني البيرميابيليتي دي بتتحدد بايه؟ والله عندنا في الكدني او في شابتر الكدني في الفلتريشن بيحصل اكروس الجلوميرولس اللي بينزل ما بين بينزل من الجلوميرولس للبومنز كبسول، لو الثيكنس بتاع البارير ده والله لو يبقى رفيع يبقى البرميابيليتي اسرع، والله ده كتر خيره البارير رفيع يبقى البرميابيليتي اسرع وبالتالي هيزيد، وبالتالي هيزيد الفلتريشن كوفيشنت وبالتالي هيزيد الجي اف ار. طب ولو اتخن، لو البارير ده بقى تخين وسميك كده وترسب عليه فايبرس تيشو، والله هيبقى ده البرميابيليتي قليله والفلتريشن كوفيشنت قليله، يبقى الجي اف ار قليله. طب ايه الحاجات اللي بتزود التكنس بتاعت الجلوميرال كابيلاري ميمبرين ده؟ والله عندنا هما 2، دايابيتس ميليتس وهايبرتنشن. دايابيتس ميليتس uncontrolled diabetes mellitus و hypertension، الحاجتين دول بيزودوا الثيكنس بتاعت الجلوميرال ميمبرين وبالتالي بيقللوا البرميابيليتي وبالتالي بيقللوا الفلتريشن كوفيشنت وبالتالي بيقللوا الجي اف ار. يبقى احنا كده خلصنا الفاكتورز اللي بتأثر على الفلتريشن كوفيشنت. تاني الفلتريشن كوفيشنت بيتقسم لحاجتين سيرفيس اريا وبرميابيليتي. اللي بيأثر على السيرفيس اريا هي الميزانجيال سيلز، يا اما كونتراكشن ويا اما ريلاكسيشن، وعرفنا ايه اللي بيعملها كونتراكشن او ريلاكسيشن. تاني حاجه البيرميابيليتي، واللي بيأثر عليها الثيكنس بتاعه الوول
اللي بيعدي الفلترت بيعدي من الكابيلاري للبومنس كبسول. والله لو بقى تخين يبقى هتقل البرميابيليتي، هتقل. لو بقى رفيع يبقى البرميابيليتي هتزيد. نيجي على الفاكتور التاني، ارجع معايا للمعادلة. الفاكتور التاني الهيدروستاتيك بريشر بتاعت الجلوميرولار كابيلاري، ايه الحاجات اللي بتأثر عليها؟ والله الحاجات اللي بتأثر عليها 3 حاجات، يا اما دايميتر اوف افرنت ارتريول، يا اما دايميتر اوف افرنت ارتريول، يا اما ارتيريال بلاد بريشر. وهنشوف كل واحد ازاي. عايزين بس رسمة، بص معايا كده على الرسمة دي. تخيل لو حصل معايا فازو كونستريكشن للافرنت ارتريول اللي هنا، لو حصل فازو كونستريكشن ايه اللي هيحصل للجي اف ار؟ هتقل الجي اف ار طبيعي، يعني هتقل الرينال بلاد فلو، ولما يقل الرينال بلاد فلو هتقل الجي اف ار. طب ولو حصل فازو دايليتيشن هتزيد. يبقى لو حصل فازو كونستريكشن الرينال بلاد فلو هيقل، يبقى الجلوبال فلتريشن ريت هيقل. ولو حصل فازو دايليتيشن، انا بتكلم عن الافرنت ارتريول، خلي بالك، لو حصل فازو دايليتيشن يبقى الرينال بلاد فلو هيزيد، وبالتالي الجي اف ار هيزيد. يبقى بنتكلم دلوقتي عن الحاجات اللي بتأثر على الهيدروستاتيك بريشر بتاعة الجلوميرال كابيلاري، وقلنا إن الأفرنت أرتريول لما يحصل له فازو كونستريكشن هيقل الرينال بلاد فلو، وبالتالي هيقل الجي اف ار. ولما يحصل له فازو دايلاتيشن هيزيد الرينال بلاد فلو، وبالتالي هيزيد الاي اف هيزيد الجي اف ار. طيب الإفرنت أرتريول لو حصل له فازو كونستريكشن، خلي بالك بقى، لان الافرنت ارتريول ده هيتقسم لحاجتين. والله لو الفازو كونستريكشن مودريت، غير لو كان الفازو كونستريكشن سيفير. لو الفازو كونستريكشن بتاعه مودريت يبقى ده هيزود الريزيستنس. لو فازو كونستريكشن مودريت، ده هنتكلم عن الافرنت ارتريول، لو حصل فازو كونستريكشن وكان مودريت هيزود الهيدروستاتيك بريشر بتاعه الجلوميرال كابيلاري هنا، وبالتالي هيزيد الفلتريشن، يبقى هيزيد الجي اف ار. ده لو كان مودريت. لو كان سيفير يبقى انت كده بتقفل الجلوميرال بيت ده، وبالتالي هيقل الرينال بلاد فلو وهيقل الجي اف ار. تاني الافرنت ارتريول لو حصل له فازو كونستريكشن مودريت، يعني حصل فازو كونستريكشن مش قوي، يبقى ده هيزود البريشر في الجلوميرال كابيلاري، يبقى وبالتالي هيزود الفلتريشن. لو حصل فازو كونستريكشن سيفير يبقى انت كده بتقفل البلاد سبلاي بتاع الكدني، وبالتالي هيقل الرينال بلاد فلو، وبالتالي هيقل الجي اف ار. طيب عايزين نعرف بقى ايه الحاجات اللي بتعمل فازو دايليتيشن، وايه الحاجات اللي بتعمل فازو كونستريكشن. الحاجات اللي بتعمل فازو دايليتيشن للافرنت ارتريول، والله احنا عارفينهم، البروستاجلاندين اي 2 وبروستاجلاندين اي 2 وبريديكاينين. طب والحاجات اللي بتعمل فازو كونستريكشن للافرنت ارتريول،
ادرينالين ونور ادرينالين. الحاجات اللي بتعمل فازو كونستريكشن عامة بتفضل يعني تقريبا بتفضل بتعمل فازو كونستريكشن على طول. فالحاجات اللي بتعمل فازو كونستريكشن للافرنت ارتريول النور ادرينالين والادرينالين، والحاجات اللي بتعمل فازو دايليتيشن للافرنت ارتريول برادكاينين وبروستاجلاندين E2 وبروستاجلاندين I2. طيب عندنا حاجة مهمة جدا بقى، الانجيوتنسين، انجيوتنسين 2. الانجيوتنسين 2 ده بيأثر على الافرنت ارتريول اكتر من الافرنت ارتريول. خد بالك وركز في الحتة دي، عدد الريسبتورز اللي على الافرنت ارتريول للانجيوتنسين 2 اكتر بكتير من الافرنت ارتريول. علشان كده بنقول او بنعتبر ان الانجيوتنسين 2 ده بيأثر على الافرنت ارتريول بس، وبيعمل له وبيعمل له فازو كونستريكشن. يبقى تاني قلنا ان انجيوتنسين 2 بيأثر على الافرنت ارتريول اكتر من الافرنت ارتريول، وبالتالي لو عندنا كمية صغيرة من الانجيوتنسين 2 هتعمل فازو كونستريكشن مودريت في الافرنت ارتريول، يبقى هيزود الجي اف ار. لو عندنا كمية كبيرة من الانجيوتنسين 2 يبقى هيعمل فازو كونستريكشن سيفير في الافرنت ارتريول، وهيعمل فازو كونستريكشن هيعمل فازو كونستريكشن شوية في الافرنت ارتريول، وبالتالي هيقل الرينال بلاد فلو وهيقل الجي اف ار. اتكلمنا عن الدايمتر اوف ذا افرنت ارتريول خلصناه، واتكلمنا عن الدايمتر اوف ذا افرنت ارتريول وخلصناه. دلوقتي نتكلم عن الارتيريال بلاد بريشر والعلاقة ما بين الارتيريال بلاد بريشر والجي اف ار. افتكروا معايا المرة اللي فاتت لما اتكلمنا عن الاوتو ريجوليشن بتاع الرينال بلاد فلو، وقلنا ان ما بين بريشر 70 ل 170 الرينال بلاد فلو بيبقى ثابت ما بيتغيرش، مع ان المفروض ان لما الارتيريال بلاد بريشر يعلى الرينال بلاد فلو هيعلى، وبالتالي الجي اف ار هيعلى. ولما الارتيريال بلاد بريشر يقل المفروض ان الرينال بلاد فلو يقل وبالتالي الجي اف ار يقل. بس احنا لقينا عند بريشر ما بين 70 ل 170 ان الرينال بلاد فلو ثابت ما بيتغيرش. وبنرجع نقول اهو تاني هنا ان كمان الجي اف ار بيفضل ثابت ما بيتغيرش عن طريق نفس الميكانيزمات بتاعه الرينال بلاد فلو. افتكروا معايا ايه هي الميكانيزمات. احنا قلنا تو ميكانيزم، اول حاجه المايوجينيك ميكانيزم، وتاني حاجه تيبرو جلوميرال فيدباك، وهنشرحهم نفسهم هم تاني دلوقتي. المايوجينيك ميكانيزم لما يزيد الارتيريال بلاد بريشر هيحصل ستريتش للافرنت ارتريول هنا. لما يحصل ستريتش في تشانلز هتبي ستيميوليتد اسمها ستريتش سنسيتيف كالسيوم تشانلز. لما يحصل لها ستيميوليشن الكالسيوم هيدخل، الكالسيوم بيخلي السموث ماسل بتاعه الافرنت ارتريول تعمل كونتراكشن فيحصل فازو كونستريكشن. وبالتالي لما يحصل ستريتش تقوم الافرنت ارتريول يرد عليه فازو كونستريكشن فيقلل الرينال بلاد فلو وبالتالي يقل الجي اف ار، وده كان اسمه المايوجينيك ميكانيزم. طيب التيبيولو جلوميرال فيدباك، احنا قلنا المرة اللي فاتت لما يزيد الارتيريال بلاد بريشر هيزيد الرينال بلاد فلو، ولما يزيد الرينال بلاد فلو هيزيد الرينال بلازما فلو، هيزيد الجي اف ار، فالفلويد هيمشي اسرع في التيبيولز، فالسيلز دي مش هتلحق تعمل ري ابزوربشن لكل الصوديوم والكلورايد والبوتاسيوم اللي فيه، وبالتالي هيوصل لل في خلايا هنا اسمها ماكولا دنسا، هيوصل لها صوديوم وكلورايد وبوتاسيوم، فلما يوصل لها هتبعت سيجنال للافرنت ارتريول ان يعمل فازو كونستريكشن وبالتالي يقلل الجي اف ار تاني. ودي كانت تيبيولو جلوميرال ميكانيزم. طب ولما خد بالك بقى عشان في حاجه زياده، لما يقل الارتيريال بلاد بريشر ايه اللي هيحصل؟ هيحصل نفس اللي قلناه المره اللي فاتت، لما يقل الارتيريال بلاد بريشر هيقل الرينال بلاد فلو، هيقل الرينال بلازما فلو، وهيقل الجي اف ار، فالسيلز دي
هتسحب هتعمل ريابسوربشن لكل الصوديوم والكلورايد والبوتاسيوم، وبالتالي مفيش صوديوم وكلورايد وبوتاسيوم هيوصل، او قليل قوي اللي هيوصل للماكولا دنسا، فهتبعت سيجنال للافرين ارتريور انه يعمل فازو دايلاتيشن. تمام. كمان عندنا لما يقل الجي اف ار هنا الماكولا دنسا دي هتطلع حاجه اسمها رينين. الماكولا دنسا دي جزء من اباريتاس اسمه جاكستا جلوميرال اباريتاس، مسؤول عن ان بيفرز هرمون الرينين، واسمه رينين مش رينن. الرينين ده بتاع الجي اي تي، ده اسمه رينين جايه من رينال. فالرينين ده بيعمل ايه؟ الرينين ده بقى احنا عارفين بقى، خدنا زمان بقى، الرينين ده بيحول الانجيوتنسينوجين لانجيوتنسين 1، والانجيوتنسين 1 بيتحول لانجيوتنسين 2 بانجيوتنسين كونفرتنج انزيم، والانجيوتنسين 2 ده يشتغل على الافرنت ارتريول فيعمل له فازو كونستريكشن ويزود الريزيستنس، وبالتالي يزود الجي اف ار. تاني احنا دلوقتي بنتكلم عن التيوبولو جلوميرال فيدباك. قلنا ان لو زاد الارتيريال بلاد بريشر في الافرنت ارتريول هيزيد الجي اف ار، فالفلويد هيمشي اسرع في التيوبولز، فمش هيلحق البروكسيمال كونفرتد تيوبول، مش هتلحق تابسورب كل الصوديوم والكلورايد والبوتاسيوم، وبالتالي في صوديوم وكلورايد وبوتاسيوم هيوصلوا للماكولا دنس اللي هنا، فقوم تبعت سيجنال للافرنت ارتريول ان يعمل فازو كونستريكشن عشان يقلل الرينال بلاد فلو شويه. طب ولما يقل بقى الارتيريال بلاد بريشر ايه اللي هيحصل؟ لما يقل الارتيريال بلاد بريشر هيقل الجي اف ار، منطقي جدا. لما يقل الجي اف ار الفلويد هيمشي ابطا في التيوبيولز، ولما يمشي ابطا السيلز دي هتابزورب كل الصوديوم والكلورايد والبوتاسيوم، فمفيش صوديوم وكلورايد وبوتاسيوم هيوصلوا للماكولا دنسا، فتقوم بعتها اشاره للافرنت ارتريول انه يعمل فازو دايلاتيشن. وكمان الماكولا دنسا بتفرز هرمون اسمه رينين. الرينين ده بيحول الانجيوتنسينوجين اللي طالع من الليفر لانجيوتنسين 1، والانجيوتنسين 1 يتحول لانجيوتنسين 2 عن طريق الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم، ويقوم شغال على الافرنت ارتريول ويعمل له فازو كونستريكشن. الانجيوتنسين 2 على طول بيعمل فازو كونستريكشن، فلما يحصل فازو دايلاتيشن في الافرنت ارتريول ويحصل فازو كونستريكشن في الافرنت ارتريول، الهيدروستاتيك بريشر هتزيد هنا وهيزيد الجي اف ار تاني، وكده باك تو نورمال. يبقى كده احنا ثبتنا الجي اف ار لما اتغير الارتيريال بلاد بريشر. نرجع للصوره اللي فاتت كده، احنا خلصنا الفلتريشن كوفيشنت وخلصنا الهيدروستاتيك بريشر بتاعت الجلوميرال كابيلاري. نيجي لتالت حاجة، الهيدروستاتيك بريشر بتاعت البومانس كبسول. عايزين بس نشوف الصورة دي، ادي البومانس كبسول. نرجع للصورة اللي فاتت دي، البومانس كبسول. ايه اللي هيخلي القوة دي الهيدروستاتيك بريشر دي تزيد؟ الهيدروستاتيك بريشر بتاعت البومانس كبسول، ده لو الضغط في البومانس كبسول زاد يبقى القوة دي هتزيد، والقوة دي بتأبوز الفلتريشن، يبقى هتقلل الجي اف ار. مفيش غير حاجة واحدة بس اللي بتزود الهيدروستاتيك بريشر بتاعة البومنز كبسول. ايه هي؟ اليوريتر ستون. ومنطقي جدا، تعالوا بص الصورة دي، ده التيوبولار سيستم بتاع نيفرون. لو حصل ستون هنا وقفلنا الحتة دي مثلا، لو قفلنا الحتة دي بستون مثلا، هيقعد الفلويد ينزل، وبالتالي مش هيلاقي مخرج، الحته دي مقفوله، وبالتالي الضغط هيزيد هنا، وبالتالي الهيدروستاتيك بريشر هيزيد، وبالتالي القوه دي بتأبوز الفلتريشن، وبالتالي الفلتريشن هيقل تاني. يبقى لو حصل رينال ستون لو حصل اوبستراكشن في التيوبولار سيستم بتاع النفرون هيزيد الضغط هنا، وبالتالي هيقل الجي اف ار لانه مش هيعرف ينزل، الضغط هنا عالي ودي قوه بتأبوز الفلتريشن فمش هيعرف ينزل. ودي الحاجه الوحيده اللي بتزود الهيدروستيك بريشر بتاعت البومنز كبسول. نتكلم عن رابع حاجة، الانكوتيك بريشر بتاعت الجلوميرال كابيلاري. والله الانكوتيك بريشر بتاعت الجلوميرال كابيلاري يا هتزيد يا هتنقص. اول حاجة يعني ايه انكوتيك بريشر؟ انكوتيك بريشر يعني الاوزمولاريتي بتاعت البلود او البلازما اللي في الجلوميرال كابيلاري. لو بصينا على الصورة دي، في هنا في الحته دي في بلازما، البلازما دي ليها انكوتيك بريشر عشان فيها بلازما بروتين وسوليوتس ليها اوزمولاريتي.
طيب امتى الاوزمولاريتي دي تزيد وامتى الاوزمولاريتي دي تنقص؟ والله لو زادت البلازما بروتين، لو زاد تركيزها يبقى هتزيد، ولو قلت تركيزها هتنقص. طيب مش شرط علشان نزود تركيز البلازما بروتين اننا نزود كمية البروتين اللي جوه. طب ما احنا ممكن نعمل دي هايدريشن مثلا، نقلل كمية البلازما بس كمية البروتين تفضل ثابتة، وبالتالي تركيزها يعلى، وبالتالي الانكوتيك بريشر هتعلى. تاني الانكوتيك بريشر بتاعة البلازما اللي في الجلوميرول كابيلاري ايه اللي بتحددها؟ تركيز البلازما بروتين الموجود فيها. يعني لو زادت البلازما بروتين هيزيد الانكوتيك بريشر وهتقل الجي اف ار، ولو قلت البلازما بروتين هيقل الانكوتيك بريشر وهتزيد الجي اف ار، لان الانكوتيك بريشر دي قوه بتأبوز الفلتريشن. طيب علشان نزود تركيز البروتين مش شرط نزود كميه البروتين، احنا ممكن نقلل حجم الفلويد اللي حواليه، حجم البلازما، وبالتالي هيزيد تركيزه، وبالتالي هيزيد الاوزمولاريتي بتاعته. يعني لو معنى كده لو حصل دي هايدريشن، لو حصل جفاف في شخص، هيقل البلازما فوليوم بتاعته، مع ان كمية البلازما بروتين تفضل ثابتة بس تركيزها هيزيد، تركيزها بالنسبة للفلويد اللي حواليها هيزيد، وبالتالي الانكوتيك بريشر هتزيد. يبقى تاني ايه اللي بيزود الانكوتيك بريشر؟ يا اما لو زودنا البلازما بروتين او لو حصل دي هايدريشن. وايه اللي بتقلل الانكوتيك بريشر؟ لو قللنا البلازما بروتين او لو زودنا حجم البلازما، اوفر هايدريشن. تمام كده خلصنا. عايزين بقى نتكلم عن الرينال فازو دايليتورز، الحاجات اللي بتعمل فازو دايليشن للارتيريال سيستم. احنا خدناهم قبل كده بس هنراجعهم تاني. احنا قلنا ان البروستاجلاندين E2 وبروستاجلاندين I2 وبريديكاينين بيعملوا فازو دايليتيشن، ولما يعملوا فازو دايليتيشن هيزودوا الرينال بلاد فلو، وبالتالي هيزودوا الجلوميرال فلتريشن ريت. طيب البروستاجلاندين E2 وبروستاجلاندين I2 دي انواع من البروستاجلاندين، معنى كده ان احنا لو ادينا بروستاجلاندين انهيبيتورز مش هنعمل فازو دايليشن. طب ايه البروستاجلاندين انهيبيتور ده؟ الاسبرين بيعمل انهيبيشن للانزيم اللي اسمه سايكلو اوكسجينيز، وبالتالي هيقلل البروستاجلاندينز. البروستاجلاند دي بتعمل فازو دايليتيشن، فبالتالي الاسبرين مش هيعمل فازو دايليتيشن، وبالتالي هيقلل الجي اف ار. طيب وقلنا كمان ان السمباثيتك ستيموليشن والانجيوتنسين 2 بيعملوا فازو كونستريكشن. المفروض السمباثيتك، بصوا معايا هنا، السمباثيتك بيعمل فازو كونستريكشن، بس كمان مع الفازو كونستريكشن بيعمل انه بيزود البروستاجلاندين اللي هي بتعمل فازو دايليتيشن. تاني السمباثيتك بيعمل فازو كونستريكشن وبيزود البروستاجلاندين اللي بتعمل فازو دايليتيشن، فاحنا بنعتبر ان الفازو دايليتيشن ده حاجه كومبنساتوري للفازو كونستريكشن بتاع السمباثيتك ستيميوليشن، يعني حاجه بتعوض الفازو كونستريكشن علشان ما يقفلش الرينال بلاد فلو خالص. يبقى الرينال فازو دايليتورز هما ايه؟ البروستاجلاندين بانواعهم بقى E2 I2 وبريديكاينين. الحاجه اللي بتنهبت البروستاجلاندين يبقى هتنهبت الفازو دايليتور، يبقى هتعمل فازو كونستريكشن زي الاسبرين. خلاص قلنا السمباثيتك ستيميوليشن بيعمل فازو كونستريكشن اصلا، بس كمان مع الفازو كونستريكشن بيزود البروستاجلاندين اللي هي البروستاجلاندين اللي هي بتعمل فازو دايليتيشن، وبالتالي بنعتبر ان ده كومبنساتوري للفازو كونستريكشن بتاعه. طيب كده ما فضلناش غير حاجه واحده بس، الايفكت اوف بروتين انتيك. احنا احب افكركم بس ان احنا بنتكلم عن الفاكتورز اللي بتأفكت الجي اف ار. اتكلمنا عن الفلتريشن كوفيشنت، واتكلمنا عن الهيدروستاتيك بريشر بتاعت الجلوميرال كابيلاري، واتكلمنا عن الهيدروستاتيك بريشر بتاعت البومنز كبسول، واتكلمنا عن الانكوتيك بريشر بتاعت الجلوميرال كابيلاري، وقلنا ايه هي الرينال فازو دايليتورز، وهنتكلم دلوقتي عن الايفكت اوف بروتين انتيك. تخيلوا كده لو الواحد كل بروتين كتير ايه اللي هيحصل؟ والله انا لو كلت بروتين كتير يبقى الامينو اسيد هتزيد في البلد،
طب ولما الامينو اسيد في تزيد تبقى خليكم فاكرين ان الامينو اسيد فريلي فلتر، يعني الامينو اسيد مش بلازما بروتين. في فرق شاسع ما بين الامينو اسيدز والبلازما بروتين. البلازما بروتين ما بيحصلهاش فلتريشن، انما الامينو اسيد بيحصل لها فري فلتريشن، يعني كل الامينو اسيد اللي بتعدي هنا بتنزل هنا، فهيزيد الامينو اسيد هنا. فلما يزيد الامينو اسيد هنا هتزيد الري ابزوربشن بتاعت الامينو اسيد هنا. طيب الري ابزوربشن بيحصل هنا مع الصوديوم زي ما نشوف بعدين في الصوديوم بالانس. الصوديوم بيحصل له ري ابزوربشن مع الامينو اسيد، فلما الامينو اسيد تزيد الري ابزوربشن بتاعها هيزيد، وبالتالي الري ابزوربشن بتاع الصوديوم هيزيد، لان هو تشانل واحده بتنقل الصوديوم والامينو اسيد. طب ولما الري ابزوربشن بتاع الصوديوم يزيد، تاني الحته بتاعت التشيبري جلوميرال فيدباك، لما نزود الصوديوم ري ابزوربشن، صوديوم قليل هيوصل، صوديوم قليل هيوصل للماكولا دنسا، وبالتالي الماكولا دنسا تبعت سيجنال للافرنت ارتريول ان يعمل فازو دايلاتيشن، وهتخرج رينين اللي هينشط الانجيوتنسين 2 اللي هيعمل فازو كونستريكشن للافرنت ارتريول، وبالتالي هيزود الجي اف ار. يبقى تاني لو احنا اكلنا بروتين كتير ايه اللي هيحصل؟ لو احنا اكلنا بروتين كتير هنزود الامينو اسيد في البلد، وبالتالي الامينو اسيد هتنزل في البومنز كبسول كتير، وبالتالي هيحصل لها ري ابزوربشن كتير، فايه اللي هيجري وراها؟ الصوديوم، هيحصل ري ابزوربشن للصوديوم كتير، فالصوديوم اللي هيوصل للماكيلا دنسا اللي هنا قليل، فتقوم الماكيلا دنسا عامله حاجتين، بعت اشاره للافرنت ارتريول انه يعمل فازو كونستريكشن، وبعت اشاره ان خرجت الرينين، سوري خرجت الرينين اللي نشط الانجيوتنسين 2. يبقى قلنا ان الهاي بروتين انتيك، كلنا بروتين كتير ايه اللي هيحصل؟ هنزود الامينو اسيد في البلد، لما نزود الامينو اسيد في البلد ايه اللي هيحصل؟ هنزود الامينو اسيد في البومنز كبسول، الامينو اسيد بينزل هنا، فلما نزود الامينو اسيد هنا ايه اللي هيحصل؟ هنزود الري ابزوربشن بتاع الامينو اسيد، وايه اللي هيجي وراه؟ الصوديوم. يبقى الصوديوم والامينو اسيد هيحصل لهم ري ابزوربشن كتير هنا، فالصوديوم قليل هو اللي هيعدي في التبيولز دي، فهيوصل للماكيولا دنسا صوديوم قليل، فتبعت سيجنال للافرنت ارتريول انها تعمل فازو دايلاتيشن، وكمان هتسكريت الرينين اللي بيستيموليت الانجيوتنسين 2 انه يروح يعمل فازو كونستريكشن للافرنت ارتريول. يبقى الميكانيزم اسمها تيوبولو جلوميرال فيدباك. يبقى ايه اللي هيحصل بقى لما نعمل فازو دايلاتيشن للافرنت ارتريول وفازو كونستريكشن للافرنت ارتريول؟ هنزود الضغط هنا، وبالتالي هنزود ال جي اف ار. وكده احنا خلصنا الفاكتورز اللي بتأفكت ال جي اف ار. نتكلم دلوقتي بقى عن التيوبولار بروسيسنج. احنا خلصنا ال جي اف ار، خلاص نتكلم عن التيوبولار بروسيسنج. يعني ايه تيوبولار بروسيسنج؟ تيوبولار بروسيسنج يعني المسار اللي هيمشي فيه الفلويد في التيوبولز لحد ما ينزل في اليورين. احنا عندنا هيمشي ازاي في التيوبولز؟ هو في البومنز كبسول، بعد كده ينزل على البروكسيمال كونفوليوتد تيوبول، ويمشي في اللوب اوف هنلي، ويطلع للديستال كونفوليوتد تيوبول، وينزل في الكولكتنج داكت لحد بقى في الرينال بابيلي، وينزل في اليورين. ده اسمه تيوبولار بروسيسنج. يبقى المسار اللي بيمشي فيه الفلويد وايه اللي هيحصل له وهو ماشي، هيحصل له ايه؟ هيحصل له ري ابسوربشن، ويحصل له سكريشن، وكل حاجه هنمسك كل حاجه فيه نتكلم عنها بالتفصيل. يعني نتكلم عن الصوديوم لوحده ازاي بيحصل له ري ابسوربشن وسكريشن، ونتكلم عن الجلوكوز لوحده ازاي بيحصل له ري ابسوربشن وسكريشن، وهنتكلم عن الامينو اسيد، وهنتكلم عن كل حاجه لوحدها. بس الاول هنبدا بس بمقدمه كده عن التيوبولار بروسيسنج. احنا قلنا التيوبولار بروسيسنج يعني المسار اللي بيمشي فيه الفلويد لحد ما ينزل في اليورين، وهو ماشي بيحصل له يا اما ري ابزوربشن يا اما سكريشن. ري ابزوربشن يعني هناخد مواد من الفلويد نرجعها تاني للبلد، وسكريشن هناخد مواد من البلد نرجعها تاني نحطها في الفلويد علشان تنزل في اليورين. طيب ايه بقى المسارات اللي هيحصل فيها الري ابزوربشن او السكريشن؟ والله احنا عندنا السيلز
بتاعة التيبيولز دي لما بيحصل سكريشن عن طريق السيلز دي، يعني المواد اللي في الفلويد تدخل السيل بعد كده تطلع من السيل على البلد، ده اسمها ترانس سيلولر. ترانس سيلولر يعني عن طريق السيل، المواد بتدخل من الفلويد لحد السيل وتخرج من السيل تاني للبلد، او العكس من البلد للسيل ومن السيل للتيبيول. طيب في ما بين السيلز في فراغات كده برضو بيعدي ما بينها حاجات من التيبيول للبلد، او العكس من البلد للتيبيول، فدي اسمها بارا سيلر. سوري مش بار سيلر، بارا سيلر يعني من ما بين السيلز. طيب خلي بالك ان ما بين السيلز في حاجة اسمها تايت جانكشن، بس هي اكشلي مش تايت قوي لانها بتعدي حاجات صغيرة جدا زي الصوديوم والكلورايد والووتر. طيب وبعدين بقى عايزين نتكلم عن ازاي بقى المواد دي بتتنقل، بقى طرق نقل المواد. الحاجات دي احنا خدناها السنة اللي فاتت بس هنراجع عليها مراجعة سريعة كده. الترانسبورت عندنا بيتقسم لباسيف واكتيف. الباسيف عندنا باسيف ديفيوجن او فاسيليتيتد ديفيوجن، الاكتيف عندنا برايمري اكتيف او سكندري اكتيف او بينوسايتوزيس. الباسيف ديفيوجن احنا قلنا ان الديفيوجن بيحصل داون كونسنتريشن جريدينت او داون الكتروكيميكال جريدينت. الفاسيليتيتد ديفيوجن برضو بيحصل داون كونسنتريشن جريدينت بس بيبقى فيه كارير بروتين بيسهل عليه الديفيوجن. الاكتيف ده احنا الاكتيف ده بنعمل شغل، بندفع طاقه، بندفع اي تي بي. في برايمري اكتيف ترانسبورت، اشهر مثال على البرايمري اكتيف ترانسبورت صوديوم بوتاسيوم بامب. وعندنا سكندري اكتيف ترانسبورت، واشهر مثال على السكندري اكتيف ترانسبورت صوديوم جلوكوز كو ترانسبورت. وعندنا بينوسايتوزيس. يعني ايه بينوسايتوزيس؟ احنا عندنا الفلويد اللي في التيبيول وعندنا فيه امينو اسيد او اي مكان، هيجي يحصل له بينوسايتوزيس، هنا يحصل له انفاجينيشن، هيدخل جوه فيزيكل والفيزيكل دي تدخل جوه السيلز، ده اسمها بينوسايتوزيس، ده نوع من الاندوسايتوزيس. ده كان الترانسبورت. عندنا حاجة كمان نتكلم عنها اسمها تيبولر ترانسبورت ماكسيمم. يعني ايه تيبولر ترانسبورت ماكسيمم؟ ببساطة شديدة جدا ده maximum rate of transport. يعني ايه؟ يعني ايه maximum rate of transport؟ والله عندنا دي سيل اهي، عندنا سيل وعندنا substance هنا مادة، وعندنا في السيلز دي channels علشان المادة دي تعبر من خلالها. طب ال substance دي عمالة تزيد تزيد تزيد، كل ما تزيد تدخل أكتر، كل ما تزيد تدخل أكتر. طب هيجيلها وقت وان القنوات دي هتبقى كلها ساتوريت، كلها مليانه، كلها فيها سابستنس عماله تدخل، وهنا عماله تزيد اكتر بس مش عارفه تدخل لان مفيش ليها قنوات. هي بقى الحته دي اسمها ترانسبورت ماكسيمم. لو احنا رسمنا دايجرام بسيط كده وحطينا هنا تركيز الماده وحطينا هنا الري ابزوربشن ريت بتاعها، فتركيز الماده كل ما يفضل يعلى هيفضل الري ابزوربشن يعلى، كل ما يفضل يعلى الري ابزوربشن هيعلى لحد ما يوصل عند حتة نقطة معينة كده ومش هيقدر يعلى، الري ابزوربشن مش هيقدر يعلى تاني فيعمل بلاتو يمشي كده. الحتة دي بقى اسمها ترانسبورت ماكسيمم، والترانسبورت ماكسيمم دي بيبقى عندها التشانلز دي فولي ساتوريتد، يعني مش قادرة تشيل سبستانس تاني اكتر من كده، ما بقاش فيها مكان. ده كان الترانسبورت ماكسيمم. في برضو مصطلح تاني اسمه gradient time transport. يعني ايه gradient time transport؟ والله ده عكس الترانسبورت ماكسيمم خالص. gradient time transport والله عندنا تركيز مادة كل ما تعلى وكل ما نعلي التايم بتاعها اللي هو موجود فيه في التيبيول هيعلى الترانسبورت. احنا عندنا مثلا الصورة دي عندنا سيلز هنا وعندنا سابستنس هنا بس ملهاش ترانسبورت ماكسيمم، كل ما نزود تركيز هتفضل يحصل لها ترانسبورت، كل ما نزود تركيز يفضل تحصل لها ترانسبورت لحد ما لا نهاية. ده اسمه gradient time transport، مكتوب هنا no transport maximum or very high. ما هو لو very high
يبقى كأنه ما فيش، كأنه لو الترانسبورت ماكسيمم ده فيري هاي يبقى لازم تركيز المادة يبقى كبير جدا 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 علشان نوصل للترانسبورت ماكسيمم بتاعها، وده مش موجود في الكدني لأن احنا عندنا حاجات محدودة في الكدني. تمام، عايزين بقى نتكلم عن الفورسز اللي بتأفكت الري أبزوربشن. احنا خلاص بقى احنا المفروض فهمنا بقى الحاجات دي بقى، وفهمنا ستارلينج فورسز وخلاص، يعني نتكلم عنها كده بطريقة سريعة. طيب الفورسز بتأفكت الري أبزوربشن هي نفس الفورسز اللي كانت بتأفكت الفلتريشن، برضو الهيدروستاتيك فورسز والأنكوتيك فورسز، بس هناك كانت ما بين ده وما بين ده، لا هنا ما بين ده وما بين ده. ايه ده بقى ده وايه ده؟ هناك كانت ما بين الجلوميرال كابيلاري والبومنز كبسول، البارير بتاع الفلتريشن. هنا بقى لا، هنا ما بين البيري تيوبولار كابيلاريز او البلد وما بين حاجه اسمها تيوبولار انترستيشيوم. يعني ايه تيوبولار انترستيشيوم؟ يعني المسافه اللي ما بين التيوبيولز وما بين البيري تيوبولار كابيلاريز، دي اللي فيها الفورسز اللي بتأفكت الفلتريشن. طيب بنفس المنطق الهيدروستاتيك بريشر بتاعة البيري تيوبولار كابيلاريز دي، هنتكلم عن الري ابزوربشن، دي هتبقى قوة مضادة للري ابزوربشن لأنها بتطرد الفلويد كده، السهم ماشي كده. والهيدروستاتيك بريشر بتاعة الانترستيشيوم دي قوة مع الري ابزوربشن لأنها بتطرد الفلويد كده. الانكوتيك بريشر بتاعت البيري تيوبولار كابيلاريز دي قوة مع الابزوربشن لأنها بتطرد الفلويد كده، والانكوتيك بريشر بتاعت الانترستيشيوم دي مضادة للري ابزوربشن لأنها بتطرد الفلويد كده. طيب كل واحدة بكام بقى؟ عندنا دي ب 13، الهيدروستيك بريشر بتاعت البيري تيوبولار كابيلاريز ب 13، والهيدروستيك بريشر بتاعت الانترستيشيوم ب 6 مليمتر ميركوري طبعا، والأنكوتيك بريشر بتاعت التيوبولار كابيلاري ب 32، وال الأنكوتيك بريشر بتاعت الانترستيشن ب 15. المفروض تكونوا لاحظتوا حاجة دلوقتي، اشمعنى الأنكوتيك بريشر دي عالية جدا جدا جدا، أعلى واحدة فيهم 32، مع إنها كانت هناك كانت ليه أعلى واحدة فيهم؟ ليه 32؟ ليه بقى؟ والله إحنا عندنا كان في بلاد هنا، البلاد اللي هنا ده يبقى إحنا دلوقتي اتكلمنا عن الفورسز اللي بتأفكت الري أبزوربشن. عايزين بقى نجيب متوسط الري أبزوربشن كام، أو النت ري أبزوربشن فورس. والله هنشوف هنجمع القوة اللي مع الري ابزوربشن ونطرحها من ال نطرح منها القوة المضادة للري ابزوربشن، فهتطلع معانا ب 10 مليمتر ميركوري، 32 و6 ناقص 13 زائد 15 هتطلع معانا ب 10 مليمتر ميركوري. هي النت فلتريشن بريشر كان بكام؟ شوف سبحان الله، النت فلتريشن بريشر كان ب 10، النت ري ابزوربشن في النت ري ابزوربشن فورس برضه ب 10 مليمتر ميركوري. كده احنا خلصنا المقدمة بتاعتنا عن الـ Tubular Processing، وعرفنا يعني ايه Tubular Processing، وعرفنا Transcellular و Paracellular، واتكلمنا عن الـ Transport Passive و Active، واتكلمنا عن الـ Transport Maximum وعرفنا يعني ايه، اتكلمنا عن الـ Gradient Time Transport وعرفنا يعني ايه، اتكلمنا عن الـ Forces اللي Affect الـ Reabsorption وطلعت معانا ب 10 مليمتر ميركوري، وجبنا الـ Net Reabsorption Force اللي هنستخدمها بعد كده. نتكلم دلوقتي بقى، هنمسك كل سبستانس في الفلويد ونمسكه نشوف رايح فين وجاي منين، والري ابزوربشن بتاعه والسكريشن بتاعه، هنمشي وراه لحد ما ينزل في اليورين. اول سبستانس هنمسكها الصوديوم، صوديوم هاندلنج، يعني احنا هنبقى ورا الصوديوم لحد ما نشوفه هيحصل له ايه ورايح فين وجاي منين. طيب خلينا من الاول خالص، الصوديوم كان هنا، كان في البلازما، حصل له فلتريشن اكروس الجلومير كابيلاري ونزل في البومنز كبسول بكمية معينة. ايه اللي هيحصل
في البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول، وايه اللي هيحصل في اللوب اوف هنلي، وايه اللي هيحصل في الديستال كونفوليوتد تيبيول، وايه اللي هيحصل في الكولكتنج داكت، ايه اللي هيحصل للصوديوم في كل واحد من الاماكن دي. ادينا معاه من الاول ومش هنسيبه لحد ما ينزل. الصوديوم نزل، نزل منه كميه معينه، الكميه المعينه دي اسمها فلترد لود. يعني ايه فلترد لود؟ يعني كميه الصوديوم اللي نزلت اللي حصل لها فلتريشن. طب ودي بتساوي ايه بالمنطق؟ بالمنطق انا مش عايز حاجه غير المنطق، بتساوي ايه الفلترد لود؟ والله احنا في كميه معينه من البلازما بتفلتر من هنا كل دقيقه، وكنا بنطلق على عليها جي اف ار، جلوميرولر فلتريشن ريت. يعني مثلا احنا قلنا ان الجي اف ار ده 125 مللي بير مينيت، يعني لو في 125 مللي بلازما بينزلوا هنا في الدقيقه، طيب يبقى قد ايه صوديوم بينزلوا؟ والله هنشوف تركيز الصوديوم في ال 125 بلازما ده ونضربه فيه ونضربهم في بعض. فلو الصوديوم مثلا تركيزه واحد مللي، واحد مللي في كل 125 مللي بلازما، يبقى نضرب واحد في 125 تطلع 125 مللي صوديوم بيحصل له فلتريشن كل دقيقة. تاني لو عندنا مثلا يبقى تركيز الصوديوم في البلازما، تركيز الصوديوم نضربه في الجلومير فلتريشن ريت، هيطلع لنا الفلترد لود بتاع الصوديوم قد ايه. يعني لو الجلومير فلتريشن ريت احنا قلنا انها 125 كل دقيقة، لو ال 125 دول فيهم 1 مللي صوديوم كل دقيقة، يبقى في الدقيقتين كام؟ 2 مللي صوديوم، بس ال 125 نضربهم في 2، يعني احنا لو ضربنا التركيز الصوديوم في الجي اف ار هيطلع علينا الفلتر لود. يبقى الفلتر لود بالمنطق تركيز الصوديوم في البلازما في الجي اف ار. ايه اللي هيحصل في البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول؟ البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول هتسحب، هتعمل ري ابسوربشن ل 67% من الصوديوم اللي نازل لها. انت متخيل الرقم؟ 67% من الصوديوم هيحصلوا ري ابسوربشن عن طريق البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول. ده على كده كمية التشانلز بقى رهيبة في البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول. و25 في اللوب اوف هنلي، و5% في الديستال كونفوليوتد تيبيول، و3% للكولكتنج داكت. يبقى تاني الصوديوم يحصل له ري ابزوربشن 67% للبروكسيمال كونفوليوتد تيبيول، و25% لللوب اوف هنلي، و5% للديستال كونفوليوت تيبيول، و3% للكولكتنج داكت. 3% دول بقى بتاع الكولكتنج داكت الالدوستيرون هو اللي بيلعب عليهم. يعني لو زاد الالدوستيرون قوي مش هيلعب غير في 3% دول، لانه ما بيأثرش غير على الكولكتنج داكت والحته الاخيره من الديستال كونفوليوت تيبيول. وال3% دول يعني يأثروا جامد في حجم البلازما وحجم الاي سي اف وحاجات كده، هنشوف زي ما هنشوف بعدين. طيب انا عايز بس انبه على حاجه، الحته اللي انا معلمها بالاحمر دي ووتر امبيرميبل، يعني ما بتعديش ميه مهما كانت تحت اي ظرف، ما بتعديش ميه. والحته دي، الحته دي اللي انا مش معلمها عليها بالاحمر ووتر بيرميبل، يعني كل ما نسحب صوديوم هيمشي وراها ميه بالاسموزس، كل ما نسحب صوديوم هيمشي وراها ميه بالاسموزس. طب نستنتج ايه كده؟ الحته هنتكلم عنها بعدين، بس نستنتج ايه كده مبدئيا؟ والله هنستنتج ان الحته دي ايزو اوزموتيك. يعني ايه ايزو اوزموتيك؟ يعني احنا بنسحب صوديوم يجي وراها ميه، الاوزموتيك بريشر ما اتغيرتش. انما الحته دي احنا عمالين نسحب صوديوم ما بنسحبش ميه، نسحب صوديوم ما بنسحبش ميه، نسحب صوديوم ما بنسحبش ميه. يبقى الحته دي الصوديوم فيها هيزيد جدا، فالاوزمولاريتي بتاعها هتزيد جدا، والحته دي الميه فيها هتزيد والصوديوم فيها هيقل، هتبقى اليورين اسمه دايلوتد يورين، يعني يورين مخفف، يعني احنا شايلين منه الصوديوم وفيه ميه بس. والحته دي الانترستيشيوم ده هيبقى الاوزمولاريتي بتاعته عاليه جدا، وهنتكلم عن الموضوع ده بعدين في الميكانيزم اوف يورين كونسنتريشن اند دايلوشن. ده كده سكيم كده جنرال كونسيدريشن عن الري ابزوربشن بتاع الصوديوم، وهنمسك كل حته نشوفها بيحصل لها ري ابزوربشن ازاي للصوديوم اللي فيها. ده الصوره بتاعت الالدوستيرون اللي بيأفكت الكولكتنج داكت وبيلعب بس على 3% من
الصوديوم اللي بيوصل هنا. هنبتدي بالبروكسيمال كونفوليوتد تبيول وازاي بيحصل لها ري ابسوربشن للصوديوم اللي فيه. هنتكلم عن الري ابسوربشن اوف صوديوم في البروكسيمال كونفوليوتد تبيول. احنا عندنا البروكسيمال كونفوليوتد تبيول هنقسمها لحاجتين لحتتين ايرلي بروكسيمال كونفوليوتد تبيول الحته دي وديستال بروكسيمال كونفوليوتد تبيول، لان في نوعين مختلفين من السيلز فيها مع نوعين مختلفين من التشانلز. فاحنا نبدا بالايرلي بروكسيمال كونفوليوتد تبيول. والله احنا في سيلز كتير هنا في البروكسيمال كونفوليوتد تبيول، احنا خدنا سيل واحده منهم بس وكبرناها وشفنا التشانلز اللي فيها ايه وشفنا ازاي بينقل عن طريقها الصوديوم وبقيه المواد. اول حاجه بس عايزين نتكلم عنها، ازاي الصوديوم بيتنقل هنا، بيتنقل من هنا لهنا. والله بيتنقل بالاكتف ترانسبورت، كل ده اكتف ترانسبورت وهنشوف ازاي. واول حاجه هو الصوديوم ده ليه تيوبولار ماكسيمم، ليه ترانسبورت ماكسيمم ولا جريدين تايم ترانسبورت؟ احنا قلنا بقى جريدين تايم ترانسبورت. احنا قلنا ان التي ام بتاع الصوديوم فيري هاي، فيري فيري هاي، وبالتالي بنعتبره بي اوبيز الجريدين تايم ترانسبورت رول، فكده ملهوش ترانسبورت ماكسيمم. طيب عند ايه بقى عندنا التشانلز دي؟ عايزين ندرس كل واحده فيهم مبدئيا. بس كده دي سيل في البروكسيمال كونفوليوت تبيول، ده اسمه الحته دي اسمه ليومينال بوردر، وده ليومن، ده اليومين بتاع التبيول، ده ليومينال بوردر وده اسمه بيزو لاترال بوردر. بيزو عشان ده بيزل ولاترال عشان الاثنين دول لاترال، فده اسمه ليومينال بوردر وده اسمه بيزو لاترال بوردر. ايه هي التشانلز الموجوده في الليومينال بوردر؟ والله نتوقع عندنا كده صوديوم جلوكوز كو ترانسبورت، صوديوم امينو اسيد كو ترانسبورت، صوديوم فوسفيت، صوديوم لاكتيت، صوديوم سيتريت كو ترانسبورت، وصوديوم بروتون او صوديوم هيدروجين كاونتر ترانسبورت. طيب يعني ايه صوديوم جلوكوز كو ترانسبورت؟ يعني دي تشانل بتدخل صوديوم وتدخل معاها جلوكوز، ودي سكندري اكتيف ترانسبورت. صوديوم جلوكوز كو ترانسبورت بتنقل الصوديوم مع الجلوكوز جوه، صوديوم امينو اسيد كو ترانسبورت بتنقل صوديوم مع امينو اسيد، صوديوم فوسفيت او لاكتيت او ستريت بتنقلهم جوه، صوديوم بروتون كاونتر ترانسبورت بتدخل صوديوم جوه وتخرج هيدروجين او بروتون بره. طيب ده كان اليومينال بوردر. نيجي على البيزو لاترال بوردر. البيزو لاترال بوردر اهم حاجه فيه صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز او صوديوم بوتاسيوم بامب، بتخرج الصوديوم اللي دخل بتوديه البيريتشوبيل كابيلرز وبتدخل بداله بوتاسيوم. وفي تشانل جلوكوز وتشانل بتنقل امينو اسيد وتشانل بتنقل فوسفيت او لاكتيت او سيتريت وتشانل بتنقل بايكربونات تاني. يبقى في صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بتخرج صوديوم وتدخل بوتاسيوم، يبقى الصوديوم اللي دخل كل الصوديوم اللي دخل ده بيخرج عن طريق صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز ويدخل بداله بوتاسيوم، وتشانل بتخرج الجلوكوز اللي دخل، وتشانل بتخرج الامينو اسيد اللي دخل، وتشانل بتخرج الفوسفيت او اللاكتيت او السيتريت اللي دخل، وتشانل بتخرج البايكربونيت. ايه ده بقى البايكربونيت ده جه منين؟ ما هو مفيش بايكربونيت دخل. ركز معايا بقى، احنا قلنا ان التشانل دي بتدخل صوديوم وبتخرج بروتون، ادي بروتون اهو. طيب مش في اصلا في التيبيول، مش في هنا في اليومن ده بايكربونيت نزل مع البلازما؟ مع البلازما نزل مع مواد كتير، نزل معاها صوديوم وكلورايد وبايكربونيت وبوتاسيوم وجلوكوز وامينو اسيد وكل حاجه، يبقى في بايكربونيت هنا. يبقى البايكربونيت اللي هنا
هيمسك في الهيدروجين او في البروتون اللي طلع ده، بص كده على المعادلة دي، هيدينا H2CO3، ويقوم ال H2CO3 ده اتفك هيدينا كربون دايوكسيد و H2O. تمام، بص 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 اللي حصل في الرسمة، حلوة جدا حلوة جدا الرسمة دي. ال CO2 وال H2O يقوموا داخلين السل، بعد ما يدخلوا السل هيمسكوا في بعض تاني ويدونا H2CO3. ادي H2 وCO2 هيمسكوا في بعض يدينا H2CO3، وبرضو يتفكوا لبيكربونات وهيدروجين. تاني عندنا التشانل دي بتدخل صوديوم وتخرج بروتون او هيدروجين. الهيدروجين ده هيتفاعل مع البيكربونات اللي في اليومن، اللي كان في البلد نزل في اليومن، هيدينا H2CO3، بعد كده يتفك ل CO2 و H2O، يقوم الاتنين دول داخلين في السل وماسكين في بعض تاني يدونا H2CO3، بعد كده يتفكوا تاني البيكربونات وهيدروجين، يقوم الهيدروجين ده طالع، هو ده الهيدروجين اللي بيطلع من التشانل دي، ويقوم البيكربونات ده خارج من التشانل دي. ده يعني احنا خدنا بيكربونات من اليومن ودخلناه السل وفعلناه مع كذا حاجة كده وعملنا بايكربونات خرجناه. ده احنا كده وكأننا خدنا بايكربونات من هنا وخرجناه من هنا، فنعتبر الشانل دي بتخرج بايكربونات مع ان مفيش بايكربونات دخل، بس احنا خلاص عرفنا جه منين. هيدروجين وبايكربونات يدونا H2CO3، اتقسم ل CO2 H2O، دخلوا السل مسكوا في بعض تاني يدونا H2CO3 تاني، بعد كده اتفكوا لبيكربونات وهيدروجين، الهيدروجين خرج من هنا والبيكربونات خرج من هنا، يبقى وكأننا خدنا بيكربونات بتاع هنا خرجناه من هنا. وده كانت الـ Early Proximal Convoluted Tubule. هنيجي للـ Late Proximal Convoluted Tubule، ده نوع تاني من السل الليومينال بوردر، في نفس الـ Channel اللي اتكلمنا عليها صوديوم بروتون كاونتر ترانسبورت، وفي بقى Channel جديدة اسمها ايه؟ كلورايد فورميت كاونتر ترانسبورت، يعني بتدخل كلورايد من اليومن للسيل وبتخرج من السيل فورميت فورميك اسيد يعني. وعندنا على البيزو لاترال بوردر في صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، وعندنا تشانل بتنقل الكلورايد من هنا لهنا باسيفلي. يبقى تاني، يبقى الكلورايد دخل من هنا وخرج من هنا، والصوديوم دخل من هنا وخرج من هنا، وبوتاسيوم دخل مكانه، وفي بروتون خرج. ده كل ده ترانسسيلر. نيجي بقى لل NA وال CL، بيتنقلوا في البارا سيلر للبيريتشيبولار، هنا في بيريتشيبولار كابيلاريز هنا في الحتة دي، فال NaCl هيتنقلوا في بالميكانيزم اللي قلنا عليها اسمها بارا سيلر. ودي كانت ال late proximal convoluted tubule، يبقى ال late فيها على اليمينال بوردر صوديوم بروتون كاونتر ترانسبورت وكلورايد فورميت كاونتر ترانسبورت. الكلورايد بيدخل يقوم خارج من هنا للبلاد، والصوديوم بيدخل يقوم خارج من هنا للبلاد ويدخل مكانه بوتاسيوم، والباراسيلولر بتدخل صوديوم وكلورايد يروح على البلاد على طول. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الايرلي بروكسيمال كونفوليوت بيول، واتكلمنا عن الليت بروكسيمال كونفوليوت بيول، وقلنا البروكسيمال كونفوليوت بيول كلها بتري ابزورب 67% 67% من الصوديوم كله. نيجي بقى لللوب اوف هنلي. طبعا الصورة دي مش انا اللي راسمها، انا جايبها من تكست بوك يعني. اللوب اوف هنلي الديسندنج ليمب مفهوش صوديوم تشانلز، فما بيت ما بيحصلش صوديوم ريابسوربشن عن طريقه. عندنا بقى الاسندنج ليمب في نوعين، ثين اسندنج وثيك اسندنج. بص الصورة دي، هنا thin ascending وهنا thick ascending. ال thin ascending الاسندنج الرفيع ده بينقل صوديوم بس passively، يعني down دو concentration gradient، فمش رسمينه. اما الشغل كله في ال thick ascending limb اهو.
فالشغل كله هنا. خلي بالكو ان الصورة دي معكوسة، يعني ده اليومن، يعني في بومنز كبسول هنا وبروكسيمال كونفوليوت تيبيول هنا، وهنا البيريتيوبولا كابيلاريز. الصورة دي معكوسة عن الصورة اللي فاتت. طيب اليومينال بوردر ايه اللي تشانل دي؟ اسمها صوديوم بوتاسيوم تو كلورايد كو ترانسبورت، وكو ترانسبورت عشان بتنقل كله جوه. ده اليومن، خلي بالك ركز، ده اليومن. فالتشانل دي اسمها صوديوم بوتاسيوم تو كلورايد كو ترانسبورت، بتدخل صوديوم وبوتاسيوم واتنين كلورايد جوه السلف. الصوديوم اللي دخل يقوم خارج بالصوديوم بوتاسيوم بام البيزولاترال ميمبرين، بيزولاترال بوردر. الصوديوم اللي دخل يقوم خارج بالصوديوم بوتاسيوم بام، والبوتاسيوم اللي خارج، البوتاسيوم اللي داخل يقوم يخرج باسيفلي، والكلورايد اللي داخل يقوم يخرج على البلاد باسيفلي تاني. يبقى ده السيل، خدنا سيل من الثيك اسندنج ليمب اوف لوك فينلي وكبرناها، اللي تشانل دي اسمها صوديوم بوتاسيوم تو كلورايد كو ترانسبورت، بتنقل صوديوم وبتنقل بوتاسيوم واتنين كلورايد جوه السيل. فالصوديوم اللي دخل هيخرج عن طريق الصوديوم بوتاسيوم بامب، والبوتاسيوم اللي دخل يوم خارج ناحية اليومين، والكلورايد اللي دخل يوم خارج ناحية البلد، وفي كمان بوتاسيوم بيخرج ناحية البلد عشان انت في بوتاسيوم بيدخل من هنا وبوتاسيوم بيدخل من هنا، فالبوتاسيوم هنا كتير، فيقوم شوية خارجين ناحية اليومين وشوية خارجين ناحية البلد باسيفلي طبعا من غير كاريرز. ده كانت ال thick ascending limb. طيب في دراج اسمه فيوريزامايد. فيوريزامايد ده نوع من الدايوريتك، نوع من اللوب دايوريتك، بيقفل التشانل دي، فهيمنع دخول الصوديوم وهيمنع دخول البوتاسيوم وهيمنع دخول الكلورايد. بس هو في الصورة معلم على الكلورايد بس، هو بيمسك في الحتة بتاعت الكلورايد بس، بيقفل التشانل كلها، فهيقفل الصوديوم والكلورايد والبوتاسيوم، فمفيش لا صوديوم هيدخل ولا كلورايد هيدخل ولا بوتاسيوم هيدخل، والشانل دي كلها كده هتقف. في حاجة عايز أنبه عليها كده، إحنا هناخدها بعدين في الكالسيوم وفي المغنيسيوم، بس برضه نقولها هنا. صوديوم وخدنا 2 كلورايد وبوتاسيوم، هنكون هنا إشارة بوزيتيف في اليومن، هنكون إشارة، هنكون بوزيتيف تشارج. طب ازاي بقى؟ اصل الشانل دي بتنقل 2 كلورايد، يعني اصلا الكلورايد هنا قليل، فاحنا عايزين بننقله 2 كلورايد، وبناخد واحده بس صوديوم وواحده بس بوتاسيوم، وكمان البوتاسيوم بيرجع، فاحنا بناخد كلور، بناخد نيجاتيف اكتر من بناخد بوزيتيف، فالبوزيتيف بياكيوميليت هنا فيعمل لنا الكترو بوزيتيف تشارج في اليومن. طب وده فايدته ايه؟ ده احنا عندنا هنا حاجة اسمها divalent cations، اللي هو الكالسيوم والمغنيسيوم اللي عليهم divalent، شحنتين موجبتين، الكالسيوم والمغنيسيوم. طيب في positive charge هنا، وعندنا كالسيوم ومغنيسيوم positive charge، طب ايه اللي هيحصل؟ طبعا هيحصل لهم، يعني ال positive charge دي هتطردهم بره، تطردهم ناحية السل، فبتسهل ال reabsorption بتاعهم. لما احنا جبنا الدراج ده وقفلنا التشانل دي، ما بقاش فيه بوزيتيف تشارج هنا، يبقى الكالسيوم والمغنيسيوم مش هيحصل لهم ري ابزوربشن وهينزلوا في اليورين، هيحصل لنا هايبوكالسيميا. تاني التشانل دي بتعمل لنا بوزيتيف تشارج، البوزيتيف تشارج دي علشان الكالسيوم والمغنيسيوم بوزيتيف موجودين هنا، فطبعا يبعدوا عن بعضهم، فبتخليهم يحصل لهم ري ابزوربشن، بتسهل دخولهم للسيل هنا، وده بيكتر الكالسيوم ري ابزوربشن وبيقلل الكالسيوم في اليورين، ما ده كده التيوب ونزل على اليورين. طيب لو احنا قفلنا التشانل دي بالفيورزامايد ده او باللوب دايوريتكس، الكالسيوم هينزل، مش هيحصل له ري ابزوربشن، فهينزل كتير، فهيعمل لنا هايبوكالسيميا، وده هايبوكالسيميا يعني هيقل الكالسيوم في الدم، ويعمل لنا هايبر كالسيوريا، يعني هيزيد الكالسيوم في اليورين وهيقل في الدم. طيب في حاجة عندنا هنا اسمها بارتر سيندروم. بارتر سيندروم ده بيبقى فيه جينيتك ديفكت في التشانل دي، ما بتبقاش موجودة أو بتبقى مش شغالة، فمفيش لا صوديوم ولا كلورايد ولا بوتاسيوم داخل، فيقوموا إيه نازلين في اليورين، وكمان الكالسيوم معاهم، لأن الكالسيوم طبعا مفيش بوزيتيف تشارج،
فلما يكون مفيش بوزيتيف تشارج كالسيوم مش هيحصل له ري ابسوربشن فيكون نازل معاهم في اليورين. يبقى احنا هيحصل ايه بقى؟ هيحصل ان احنا لوس اوف صوديوم ولوس اوف كلورايد ولوس اوف بوتاسيوم ولوس اوف كالسيوم. وايه نتيجته بقى؟ ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه هيحصل سولت ويستنج. سولت ويستنج يعني احنا هنضيع الملح في اليورين. احنا عندنا ان ايه وعندنا سي ال، يعملوا ان اي سي ال ويضيع في اليورين، يبقى سولت ويستنج. تاني حاجه فوليوم ديبليشن، طبيعي جدا الصوديوم كل ما الصوديوم ينزل هياخد مع ميه، يشد مع ميه، فيقوم حجم اليورين يزيد وحجم السوائل في الجسم يقل، ففوليوم ديبليشن. هيحصل هايبر كالسيوريا، طبعا هايبر كالسيوريا يعني الكالسيوم في اليورين هيزيد، ما هو ما بيحصلوش ري ابزوربشن، خلاص ما فيش بوزيتيف تشارج فينزل في اليورين كتير. هيحصل هايبوكاليميا. هايبوكاليميا يعني البوتاسيوم في الدم هيقل لانه بينزل كتير في اليورين. واخر حاجه هيحصل ميتابوليك الكالوزيس. طب ليه ميتابوليك الكالوزيس؟ هندرس بعد كده لما نوصل للديستال كونفوليوتد تيبيول ان في نوعين من السيل، البرنسبال سيلز وانتركاليتد سيلز. الانتركاليتد سيلز دي بتاخد البوتاسيوم وبتطلع بداله هيدروجين. فالانتركاليتد سيل اللي في الديستال كونفوليوتد تيبيول دي ليه بيحصل ميتابوليك الكالوز في البارتر سيندروم؟ لان في سيل في الانتركاليتد سيل فيها تشانلز بتاخد البوتاسيوم وتطلع مكانه هيدروجين او تطلع مكانه بروتون. طيب لما يبقى فيه في اليومن بوتاسيوم كتير، ما خلاص التشانل دي وقفت، ففي بوتاسيوم كتير هنا، بوتاسيوم مش هيدخل، ففي بوتاسيوم كتير هنا، فهيوصل للانتركاليتد سيلز، فالانتركاليت هتاخد البوتاسيوم ده وتطلع مكانه بروتون او تطلع مكانه هيدروجين. لما البوتاسيوم يكون كتير هتطلع هيدروجين كتير، فلما تطلع هيدروجين كتير كده في اليورين وينزل في اليورين، الهيدروجين ده المفروض انه حمض، فيحصل ميتابوليك الكالوزيس. هيحصل ميتابوليك الكالوزيس في الجسم واليورين هيبقى حمضي لان فيه هيدروجين كتير، عشان كده ده تفسير انه يحصل ميتابوليك الكالوزيس. طيب كده وصلنا، الصوديوم وصل معانا لحد الديستال تيبيول. طيب احنا عندنا برضو ايرلي ديستال تيبيول وليت ديستال تيبيول. الايرلي ديستال تيبيول اليومن بتاعها اليومينال بوردر فيه صوديوم كلورايد كوترانسبورت، بتدخل صوديوم وتدخل كلورايد. والبيزولاترال بوردر زي ما احنا عارفين ان في صوديوم بوتاسيوم بامب وفي تشانل بتنقل الكلورايد لناحية البلاد. فالصوديوم اللي هيدخل هيخرج من الصوديوم بوتاسيوم بامب، والكلورايد اللي هيدخل يقوم خارج ناحية البلاد. طيب اللي بيقفل الدراج اللي اسمه ثايزايد دايوريتكس ده بيقفل التشانل دي، فمفيش صوديوم داخل ومفيش كلورايد داخل، فبيحصل ايه بقى؟ لوس اوف صوديوم ولوس اوف كلورايد في اليورين. يبقى تاني الايرلي ديستال تيبيول، ادي دي سيل، ده اليومن، دي تشانل بتنقل الصوديوم جوه والكلورايد جوه، اسمها صوديوم كلورايد كو ترانسبورت. الصوديوم اللي داخل يقوم خارج من الصوديوم بوتاسيوم اتيباز، والكلورايد اللي داخل يقوم خارج ناحيه البلاد. الدراج اللي بيقفل التشانل دي اسمها ثايزايد دايريتكس، برضو هو بيمسك ناحيه الكلورايد بس بيقفل الشانل كلها، وبيأكيوميليت الصوديوم والكلورايد هنا ويقوموا نازلين في اليورين. طيب الليت ديستال تيبيول، الليت ديستال تيبيول ده اليومن في تشانلز بتنقل الصوديوم جوه ويقوم خارج من الصوديوم بوتاسيوم بامب، والبوتاسيوم اللي دخل يقوم خارج ناحيه اليومن. طيب تاني يبقى تشانل بتنقل الصوديوم من اليومن للسيل، ومن الصوديوم اللي دخل يخرج عن طريق الصوديوم بوتاسيوم بام بيروح البلد. طب وفي البوتاسيوم اللي دخل ده يقوم خارج من هنا ناحية اليومن. طيب لو في دراج بيقفل التشانل دي يبقى هتأكيوميليت الصوديوم هنا والصوديوم هينزل في اليورين، بس اسمها بوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس. يعني ايه بوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس؟ يعني بيحافظ على البوتاسيوم. ما هو لما يكون مفيش صوديوم داخل يبقى التشانل دي مش هتشتغل، يبقى مفيش صوديوم داخل جوه السيل، مفيش بوتاسيوم داخل جوه السيل، فمفيش بوتاسيوم هينزل في اليورين، فالبوتاسيوم مش هيفضل في البلد، فعشان كده اسمها بوتاسيوم سبيرنج. سبيرنج يعني بتحافظ على البوتاسيوم من انه ينزل في اليورين. فتاني اللي تشانل الصوديوم دي
الصوديوم بيدخل جوه ويقوم خارج للبلاط عن طريق الصوديوم بوتاسيوم بامب، ويدخل مكانه بوتاسيوم يقوم خارج ناحية اليومن. لو احنا قفلنا ده يبقى قفلنا ده يبقى قفلنا ده، ويبقى اسمها بوتاسيوم سبيرنج دايوركتكس. عايزين بس نفتكر قد ايه من البوتاسيوم بيحصل له ريابسوربشن في الديستال كونفليت تيبيول. 5% في الايرلي والليت بيحصل لهم، بيحصل 5% من الصوديوم ده بيحصل لهم ري ابزوربشن. في حاجة بقى عايزين نتكلم عليها كده، الصوديوم اكسكريشن. احنا كده اتكلمنا عن الصوديوم ري ابسوربشن خلاص، وعرفنا الري ابسوربشن بيحصل ازاي في البروكسيمال وفي اللوبو فينلي وفي الديستال، وعرفنا قد ايه وعرفنا كل حاجه عنه. طب الصوديوم اكسكريشن بقى، اول حاجه عايزين نعرف قد ايه الصوديوم بيكسكريتد نورمالي كل يوم. والله عندنا من 1 لحد 400 مللي ايكوفالنت بير داي، من 1 لحد 400 كل ده نورمال. طيب عايزين نتكلم بقى عن الريجوليشن. والله عندنا كذا حاجة بتسبب ريجوليشن في الصوديوم اكسكريشن. أول حاجة عندنا اسمها جلوميرولو تشيبولار بالانس. جلوميرولو تشيبولار بالانس يعني ايه جلوميرولو تشيبولار بالانس؟ والله يعني لو زاد الجي اف ار هيزيد الري ابزوربشن للصوديوم، ولو قل الجي اف ار هيقل الري ابزوربشن اوف صوديوم. بس بتحصل فين بقى الجلوميرولو تشيبولار بالانس دي؟ في البروكسيمال كونفوليوت تبيول مينلي. ليه مينلي؟ والله البروكسيمال كونفوليوت تبيول بتريابزورب 67% بتريابزورب 67% من الصوديوم، علشان كمية التشانلز فيها كتير فبتأبزورب كمية كبيرة من الصوديوم. طيب احنا قلنا ان لو زاد الجي اف ار، لو زاد هنا الجي اف ار احنا قلنا الصوديوم ملهوش ترانسبورت ماكسيمم، فكل ما يزيد الجي اف ار هيزيد الفلتر لود الصوديوم، فيزيد الصوديوم ريابسوربشن هنا. تمام. طيب أهمية الجلوميرولو تشيبولار بالانس ده إيه؟ أول حاجة prevent overloading of distal convoluted tubule when GFR increase. يعني إيه الكلام ده؟ تاني حاجة prevent sodium and water loss in urine. طب التانية دي إحنا عارفينها prevent ال sodium loss in urine. طب يعني ايه prevent the overloading of distal convoluted tubule when GFR increase؟ طب ما هو لو GFR ده increase وما حصلش reabsorption هنا، ما هو الصوديوم هيتجمع في distal convoluted tubule وهيجمع ميه معاه، وهناك impermeable للميه، فاحنا هنخسر ميه كتير وهنخسر صوديوم كتير. طب هديكم مثال بسيط عشان نوضح بيه الفكره. والله احنا قلنا ان الفلتر لود اوف الصوديوم بنجيب تركيز الصوديوم ونضربه في GFR. طيب لو التركيز 140 والجي اف ار 180، هنضربهم في بعض هيدينا 25200 ملي ايكوفالنت صوديوم بيحصل لهم فلتريشن بير داي. تمام جدا، خليكم معايا بقى ركزوا معايا. لو حصل والجي اف ار ده زاد 1% سبونتينيوس من غير سبب اي مكان، لو حصل وزاد 1% الجي اف ار ده زاد 1%، مش الفلتر لود ده هيزيد؟ ما احنا لما نضربه في التركيز هيزيد الفلتر لود، يبقى الفلتر لود هيزيد هو كمان 1%. طب 1% من 25200 ده هتساوي كام؟ 252 مللي ايكوفالنت بير داي، يعني رقم ضخم. احنا لو فلتر لود لو ما حصلش ري ابسوربشن، يبقى لو الجي اف ار زاد سبونتينيوس 1% الفلتر لود هيزيد هو كمان 1%. طب 1% ده قد ايه من 25200؟ هيدينا 252 مللي ايكوفالنت بير داي. يبقى لو ما حصلش كومبنساتوري ري ابزوربشن، يعني لو الري ابزوربشن ما زادش عشان يعوض ال 252 دول، هنفقدهم في اليورين. طب ولما نفقد 252 مللي ايكوفالنت صوديوم بير داي، ده احنا كده بنفقد صوديوم كمية كبيرة جدا. انت شوف اصلا حجم الصوديوم في الجسم كام، فاحنا كده it's significant. significant يعني كبير جدا ال 252 دول. تاني يعني ايه جلوميرولو تشيبولار بالانس؟ المثال ان احنا لو عندنا فلتر لود بيساوي التركيز في الجي اف ار، التركيز الصوديوم 140 بير لتر في 180
يبقى 25200 مل ايكوفالنت بير داي بيحصل لهم فلتريشن. طبعا بنمتصهم كلهم، طبعا ما بننزلش منهم غير شويه صغيرين جدا. لو الجي اف ار زاد والري ابزوربشن ما زادش، لو الجي اف ار زاد والري ابزوربشن ما زادش، يبقى احنا كده هنفقد كميه كبيره صوديوم. عشان كده في حاجه اسمها بقى جلومير تشيبولار بالانس. ازاي بقى بيحصل؟ علشان لو الجلومير تشيبولار، عشان لو الجي اف ار ده زاد ما نفقدش ال 252 دول صوديوم دول. لو زاد الجي اف ار هيزيد الفلتريشن فراكشن. يعني ايه فلتريشن فراكشن؟ يعني كمية الصوديوم اللي دخلت على نقسمها على تركيز الصوديوم كله في البلازما، فده اسمه فلتريشن فراكشن. طيب هيزود الانكوتيك بريشر بتاعة البروكسم بتاعة ال بتاع البي تي سي اللي هي البريتشيولار كابيلاريز. يبقى الجي اف ار لو زاد يبقى الفلتريشن فراكشن هيزيد، هيزود الانكوتيك بريشر بتاعت البيريتيوبولار كابيلاريز، فهيزود الري ابزوربشن. تعال نشوف الرسمه اللي فاتت، نشوف رسمه كده ونشرح عليها الكلام ده. احنا عندنا هنا لو الصوديوم زاد، لو الفلتر لود بتاعها زاد، هيبقى فيه صوديوم هنا وفي جي اف. لو الجي اف ار زادت ما كمية بلازما هتنزل هنا. طب ما لما كمية بلازما، لو احنا فقدنا كمية بلازما من هنا لهنا، يبقى كده نسبة البروتين اللي هنا هتزيد. ارجع معايا بقى، ارجع معايا. احنا فقدنا بلازما، طبعا البلازما بروتين ما بتعديش من هنا، فاحنا فقدنا بلازما، يبقى بلازما بروتين هتزيد هنا، نسبتها هتزيد، تركيزها هتزيد. احنا خدنا بلازما بس ما غيرناش كمية البلازما بروتين، بس لما خدنا بلازما تركيزها زاد، ولما تركيزها زاد هنا نزلت هنا، فات الانكوتيك بريشر اللي هنا قوة السحب يعني زادت، ما عشان بقت نسبتها كبيرة بالنسبة للي حواليها، فلما زادت ساعدت على الري ابزوربشن، فحصل الكمية الزيادة اللي نزلت دي بقى قصادها انكوتيك بريشر هنا زيادة، فحصل لها ري ابزوربشن تاني. لما احنا زودنا الجي اف ار، كمية البلازما من هنا اللي هتنزل أكتر، فكمية البلازما بروتينز هنا بقت أكتر نسبيا، احنا ما كترناش الكمية، احنا كترنا التركيز، فنزلت هنا، فبقت الأنكوتيك بريشر بتاعها أعلى، أعلى عن كل مرة، فعملت ري أبزوربشن أكتر عشان نعوض البلازما اللي نزلت هنا أكتر. فاهمين معايا؟ ده اسمه جلوميرولو تشوبولار بالانس، وده اول ميكانيزم او اول حاجه بتحصل بيعمل فيها ريجوليشن للصوديوم اكسكريشن. تاني حاجه ريت اوف تيوبولار فلو. يعني ايه ريت اوف تيوبولار فلو؟ والله يعني لو الفلويد هنا ماشي سريع غير لو ماشي بطيء. لو ماشي سريع يبقى الري ابزوربشن مش هيحصل كويس، لو ماشي بطيء يبقى الري ابزوربشن هيحصل كويس وهن ابسورب صوديوم اكتر. تالت حاجه effect of arterial blood pressure على الصوديوم tubular reabsorption. طيب احنا قلنا ان لما يزيد ال arterial blood pressure هنا ايه اللي هيحصل بقى؟ اول حاجة احنا نتوقع ان لما يزيد ال arterial blood pressure هيزيد ال excretion of sodium في اليورين، يعني هيحصل loss of sodium في اليورين. ازاي بقى؟ لما يزيد ال arterial blood pressure هنا هيزيد ال hydrostatic pressure، هيزيد الهيدروستاتيك بريشر في البيري تشيبولار كابيلاريز. ما هو زاد الارتيريال بلاد بريشر هنا وهيزيد هنا وهيزيد هنا، فلما يزيد البريشر هنا هيزيد الهيدروستاتيك بريشر، القوه اللي بتقبوز الري ابزوربشن، فمش هيحصل ري ابزوربشن كويس. عايزين بس نجيب الصوره الثانيه. ايوه دي الهيدروستاتيك بريشر بتاعت البيري تشيبولار كابيلاريز دي هتزيد، دي قوة بتأبوز الري أبزوربشن، فمش هيحصل ري أبزوربشن كويس، فهنلص الصوديوم في اليورين. لما نلص الصوديوم في اليورين حجم الدم، طبعا الصوديوم ده مسؤول عن الأسموزس، فحجم الدم هيقل، هيسحب مية معاه، فحجم الدم هيقل، فده يقلل الأرتيريال بلاد بريشر باك تو نورمال. يبقى تاني لو زادت الأرتيريال بلاد بريشر هنا هيزيد هنا هيزيد هنا هيزيد هنا، لما يزيد هنا هيزود دي مضادة للري ابزوربشن، فيحصل loss of sodium في اليورين ومعاه water، فيقلل حجم الدم فيقلل ال arterial blood pressure. تمام؟ طيب sympathetic stimulation،
ازاي synthetic stimulation بيأثر على الصوديوم excretion. طيب احنا قلنا ان الصوديوم synthetic stimulation بيعمل لنا vasoconstriction في الرينال vessels، فلما يعمل vasoconstriction هنا يبقى ال GFR هيقل، ولما ال GFR هيقل الفلويد هيمشي أبطأ، فلما الفلويد يمشي أبطأ هيحصل reabsorption للصوديوم أكتر، يبقى ال sympathetic stimulation بيحصل reabsorption أكتر. عشان كده لما الواحد يحصل له hemorrhage هيستيميليت السيمباثيتك عنده، فالسيمباثيتك يحصل يخلي الريابسوربشن بتاع الصوديوم اكتر، فيزود حجم الدم اكتر عشان يعوض الهيموريد اللي حصل. وكمان السيمباثيتك هيزود الرينين سكريشن، فالرينين هيعمل انجيوتنسين 2، الانجيوتنسين 2 يعمل فازو كونستريكشن في الافرنت ارتريول، واحنا قلنا ان الفازو كونستريكشن المودريت هنا هيزود ده. اخر حاجه بقى الدايوريتكس، احنا عارفين ان الدايوريتكس هتنزل صوديوم ووتر في اليورين، فهتزود الصوديوم والووتر اكسكريشن. كده احنا خلصنا المحاضرة النهاردة، اتكلمنا عن ايه بس سريعا كده، اتكلمنا عن النت فلتريشن بريشر والفلتريشن كوفيشنت، وعن طريق جبنا الجي اف ار، اتكلمنا عن الفاكتورز اللي بتأفكت الجي اف ار، اتكلمنا عن كل واحد فيهم، اتكلمنا عن كل واحد بيحصل ازاي بيأفكت الجي اف ار ازاي والميكانيزمات بتاعته، اتكلمنا عرفنا عن ايه tubular processing، واتكلمنا عن انواع الترانسبورت، واتكلمنا عن الترانسبورت ماكسيما وكريتين تايم ترانسبورت، واتكلمنا عن الصوديوم هاندلنج بالتفصيل في البروكسيمال كونفوليوت تبيول واللوب اوف هنلي والديستال كونفوليوت تبيول، واتكلمنا عن الصوديوم اكسكريشن، وان شاء الله نكمل المره الجايه باذن الله.